أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الذين يقولون إن ترك الصلاة كفر دون الكفر الأكبر المخلد في النار يكونون مبتدعة؟ لا، ما هو مبتدع، هذا قال به بعض العلماء بعض الأئمة، لكنه خطأ، لكنه خطأ. الأدلة الصحيحة تدل على خطأ هذا القول، وإن قال به من قال. نعم، لكن ما يصل إلى حد الكفر أو الردة أو نعم.